مشكل مع في السبيطار ما يجيش، باغي نصاوب واحد الشهاده طبيه جيت دابا 3 ايام دخلش خياط، عندي نزاع مع واحد الناس دخلش خياط وجيت الغد باش نصاوب شهاده طبيه قالوا لي لا ما يمكنش على 24 يوم على 24 ساعه، قالش ماشي مشكل صبرش ومشيش وجيت اليوم باش نصاوب، جيت اليوم باش نصاوب لقيت شي 20 واحد ولا 30 واحد واقفين كيتسناو مالهم تما. ملي جينا نسولو على هي قالت لك هي عندها مشكل خاص مع شي واحد خاص مش معاه البارح، قالت لك حشن ملي بقينا كنتسناو فيها شي ساعه ونص حنا كنتسناو فيها، ملي جات السيده الطبيبه قالت لك انا ما نحلش لك ما تنحل المشكل ديالي عاد نشوف فيكم نتوما، يعني نتوما بقاو تسناو. حنا انا مريضه، انا ميت لي الجوليدات في طونسيون ودابا انا متبعه مع الطبيب والطبيب ديالي مريض وما كاينش شي واحد في بلاصتو، ملي كتجيك يقولك سير سيري سيري ما كاينش الطبيب ديالك، اذا كاينش خاص شي واحد يكون في بلاصتو ضروري. علاش حنت اليوم انا جيت ما غاديش ناخذ الدواء ديالي؟ علاش خصني فهاد الشهر خصني ناخذ الدواء ديالي؟ ما كاينش اللي غيعطيه ليا طبيب اللي غيعطيه ليا، ما كاينش، خصني شي واحد خف بلاصتو يعطيني الدواء ديالي. كما انا كما بزاف الحاملات تما واقعين في نفس المشكل، الرانديفو ديالي ملي مع الطبيب، الطبيب مريض خاص الطبيب في بلاصتو. المشكل ديالي اخويا عملت كسيدا نهار الجمعه وجابتني لومبيلونس انا وبنتي لهنا، وتصور عملنا التصاور، انا عملت 4 سيرتيفيكات وبنتي عملت 2 سيرتيفيكات، 2 تصاور، وخاصه انا دابا الشهاده الطبيه السبت ما كانش خدمه والحد ما كانش خدمه، نهار الاثنين جينا مع الصباح ما جات هي حتى 10، ملي قلنا لها نسجلوا قالت لك انا كنسجل على القياس سير حتى الغدا وجي، الغد اللي عاود جيت مع 9 ديال الصباح قالت لي سجلنا ما بقيناش غنزيدو نسجلو، وقف معاها ولدي قال لها السلام عليكم ما جاوباتوش، قال لها واه فين الاسلام؟ قالت لي كون مسلم انت، هذه الطبيبه وباركه فوق من 30 ديال البشر وقالت لي على البقر، قلت لي انا عندك الحق قلت لي البقر لانه ما بقر. حنا واقفين هنايا مع 8 الصباح عطينا الرونديفو، قال لك غتجيو مع 8 الصباح عندكم الرونديفو، حنا من الصباح جايين بلا فطور وجايين مسخسخين وكيرد فك من باب الباب سيروا راه كاينه الدكتوره. حنا ملي جينا على الدكتوره السيكيريتي ما كايناش، كيقول لك ما كايناش، سولنا السيكيريتي كيقول لك والله ما كاينه، ما كايناش الدكتوره ما كايناش، راه كيضحكوا عليكم. ملي رجعنا ثاني الباب ثاني الاخر الاداره ثاني قال لك سيروا ثاني عقبوا ثاني الباب الاخر ثاني، عقبنا ثاني الباب عقبنا الاداره ما فهمناش هذا الشيء شنو هو. حنايا البارح تهجمنا من طرف واحد العصابه اجراميه، طعنت السيد طعناته هنايا جهه القلب ديالو، الدريه راهي قاصر طعنتها ضربوها في الراس بمجرد حاده، جينا خيطنا قضينا الامور ديالنا، جينا لهنا اليوم باش مشينا البارح ملي ناخذ شهاده طبيه كتقول لك خاصها تدوز على 24 ساعه، هاد الناس يبقاو منشورين مخيطين راسهم دارهم ما كيقدروش يوقفوا دوز 24 ساعه، ماشي مشكل، جينا اليوم باش ناخذ شهاده طبيه كتسنى كيقول لك جي مع 8، ضروري تجي مع 8، جينا حنا مع 7 وحنا كنتسناو، بلاتي هي غتجي الطبيبه، ملي جينا الطبيبه ما كايناش كتقول لك انا عندي مشكل، هي البارح معايره الناس كتقول لهم انتم يا بقر وكتقول لي عندك مشكل، مشكل ديالاش؟ مشكل انك ما ديريش خدمتك، مشكل خاصو يكون خارج على اوقات العمل ديالك، ديري خدمتك مع الناس اللي خاصك ديري خدمتك في الوقيته ديالك عاد حلي المشكل ديالك. كتقول لك انا ما غنخدمش ما غندير حتى شي حاجه تيجيو هاد الناس يديروا لي حل. ملي طلعنا كنسولوا على المدير ولا الغاسبونساب ديال المدير كيقول لك ما كاين لا مدير لا غاسبونساب ديال المدير وكاينه محلفه وحده الا ما خدمتش هي ما يمكنش خدم. راه ما يمكنش، راه ملي كتكون شي كيكون شي واحد شاد شي بيرو راه كيكونوا جوج ولا ثلاثه، كيكون ضروري الغومبلاسمون ديالو. انت غتمرضي ما غتمشي تولدي ما غتمشي تسافري، هاد الناس يبقاو منشورين ضروري خاص اللي غترومبلاسي خاصها تكون. الناس راه خاصهم ياخذوا حقهم، راه حشومه، راه هاد زعما حنا راه كيقول لك في دوله الحق والقانون، فينا هو هاد الحق وفينا هو هاد القانون؟ ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.